ما يبدو ان المجلس القومي للمرأة اصبح عصات عبد الفتاح السيسي والعصاية اللي ماسكها النظام المصري عشان يتخلص من خيله او من الخيل القديمة في الحكومة وفي الاعلام وفي معظم المناحي. وبعد اقل من 3 ايام من قرار ومن اتهام ومن بلاغ من القومي للمرأة ضد ريهام سعيد ما تسبب في وقفها بسبب حلقة السمنة، بلاغ جديد من المجلس القومي للمرأة أيضا، لكن هذه المرة ضد تامر أمين. جاء فيه قومي المرأة يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تامر أمين بسبب حلقة رانيا علوان. تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج آخر أو برنامج آخر النهار الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة النهار. وتضمنت الشكوى الحلقة التي تحدث فيها مقدم البرنامج مع الضيفة الدكتورة النائبة رانيا علواني بأسلوب يفتقر إلى أداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال المهنية. وسخر بطبيعة الحال تامر أمين من زوجها وصفوا بأنه قاعد في البيت بيعمل شاي بلبن وبيرضع الأطفال. دعونا نتابع جزء من هذه الحلقة واللي أثارت جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وكلام تامر أمين للنائبة الدكتورة السباحة المصرية رانيا علوان. نتابع. تعالى بقى خد، تعالى بقى، تعالى خد بقى. ايه يا مولانا؟ ليه؟ ايه يعني؟ ليه؟ يعني كلمني عن احساسك وانت قاعد دلوقتي. طب سنه 2004 كان بيوزع لي بروشيرات الانتخابات. لا ما تقطعش عليها، سيبك، هي بتغلوش دلوقتي. احساسك وانت بتعمل شاي بلبن دلوقتي؟ لا ما بيعملش بلبن. وانت اللي قاعد بتذاكر وبتسمع؟ لا لا هقول لك ليه، بس عشان وانت اللي قاعد في البيت دراسات والدكتوره قاعده دلوقتي في التلفزيون وهتطلع بعد كده على العياده. لا لا مروح. وهتطلع من العياده على المجلس. ايه طب احساسك ايه؟ اسمه ايه؟ هقول لك حاجه، هو إيه؟ هو دكتور هاني. دكتور هو مشغول اكتر مني لعلمك. احساسك ايه يا دكتور هاني وانت معدي كده في الريسبشن او في الليفنج، مش عارف لسه أيوة. هتشوف عندكم فين، فتلاقي انا شكلي هروح عند اهلي النهارده، فتلاقي دولاب بطولات كده فيه 48 ميداليه و97 نشان وخمسه وكذا، وانت اكتر حاجه خدتها ان انت كسبت مثلا علي حباجه 10 طاوله امبارح على القهوه. يعني ايه شعورك؟ طب انا لا هقول لك حاجه، والله هو إيه؟ وقف جنبي كتير. يعني تنمر واضح من تامر أمين وسخرية بدون سبب وبدون مبرر من زوج رامية علواني ما تسبب في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا بعد البلاغ اللي تقدم به القومي للمرأة قرار بإيقاف تامر أمين، القرار تضمن أنه بسبب مزاولة تامر أمين مهنة الإعلام بدون تصريح. لكن فيما يبدو أن القومي للمرأة أصبح له باع في السياسة المصرية، وأصبح هو من يحرك وهو من يوقف وهو من يشغل في مصر. تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تامر أمين واللي تصدر الترند في مصر خلال الساعات اللي فاتت بعدد تدوينات قارب على 23 ألف تغريدة. منها أحمد البقري بيقول منع تامر أمين من الظهور في الإعلام وإيقاف برنامجه وبلاغ للنائب العام ضده، معلش يا طمورة واللي بعده. أما الدكتورة فاطمة الوحش فعلقت على الموضوع وقالت إيقاف كل من ريهام سعيد وتامر أمين عن الظهور أمام وسائل الإعلام والسبب المعلن تهكمهم على عمل المرأة، والحقيقة أنهم استهلكوا أكبر ولا تزميرا بالعربي مرحلتهم انتهت وستبدأ مصر عهد جديد وواجهة جديدة، وقد يختفي المقاتلين الشرسين عن السيسي، أما الاختفاء الأخير أو ظهور مولد جديد. أيضا رنا واللي بتقول بصراحة مبسوطة من قرار وقف تامر أمين وريهام سعيد، الإعلاميين بقوا يتريقوا على الشعب، المشكلة اللي لازالت قائمة إن تامر لم يعتزل، يعني غالبا هيرجع زي ما عملت ريهام سعيد واللي اعتزلت الإعلام تماما. أما حسبنا الله بيقول تامر أمين حد يبلغه يا جماعة، لو مش عاجبه ياخد باسبوره ويغور. آخر تدوينة باخدها من إيمان واللي بتقول ما يتوقف ولا حتى يغور في داهية عقبال أحمد موسى ومصطفى بكري كمان. إذن عبد الفتاح السيسي يتخلص الآن من شركاء الانقلاب والإعلاميين اللي طبلوا لعبد الفتاح السيسي ورقصوا على جثث المصريين كثيرا. الآن عبد الفتاح السيسي بيقعدهم في بيتهم زي ما حصل مع كتير، وطبعا أهمهم لميس الحديد.